في بريطانيا أعلن عن فتح أول تحقيق رسمي في اعتداء جنسي في العالم الافتراضي الميتافيرس. سلطات أعلنت التحقيق في اغتصاب مراهقة عمرها مو أكثر من 16 سنة، والاغتصاب صار لها في لعبة اسمها Horizon World، وهي لعبة واقع معزز مجانية على الإنترنت. المراهقة لم تصب بأي أذى جسدي، لكن عناصر الشرطة يقولوا إنها عانت من صدمة نفسية وعاطفية تماما كتلك التي يعاني منها ضحايا الاغتصاب الجسدي في العالم الحقيقي. اللعبة هذه تملكها شركة ميتا، ومتحدث باسم الشركة نفى تماما أن يكون مكان للاعتداءات كهذه في منصتهم، وأكد إنه في حماية تلقائية لجميع المستخدمين على المنصة. تسمى الحدود الشخصية، وهذه بتحطك في فقاعة وبتخلي الأشخاص اللي أنت ما تعرفهم على بعد أقدام منك وما يقدروا يقربوا لك. لكن السؤال هنا بعيد عن اللعبة بنفسها، أو بعيد عن اللعبة يعني بنفسها، إنه كيف اغتصب في الميتافيرس؟ يعني كيف الموضوع ده حصل يعني مع وجود هذه التقنية، وأيضا في العالم الموازي الافتراضي؟ طب كيف سيتم التحقيق في الجريمة أو المحاكمة؟ والمفاجئ أكثر أنه اتضح أنه هذه مو أول شكوى من نوعها بتتلقاها الشرطة البريطانية لجرائم في الميتافيرس، لكنها أول شكوى اعتداء جنسي. فقبل طبعا سبق وتلقت الشرطة بلاغات زي هذا، مثل السرقة أو سرقة سيف ثمين لشخصية أفاتار. من لندن معنا مراسل العربية مصطفى زارو. هلا وسهلا بك يا مصطفى. يعني الموضوع يعني حتى وإحنا بنقرأ أنا شخصيا ماني قادرة أستوعبه، يعني اعتداء جنسي في لعبة في العالم الافتراضي غير حقيقية، تدخل فيها الشرطة ويتم فيها التحقيق وهكذا، وفيها أذى نفسي كما هو الأذى الجسدي. يعني الموضوع صراحة بالنسبة لي غريب. أول شيء أعطينا إيش آخر المعلومات الإضافية اللي ممكن حصلت في هذا التحقيق؟ حقيقة يعني قصة غريبة لم يعني نكن نتوقعها، لكن القصة أو القضية هي أن فتاة في 16 من العمر كانت تلعب لعبة فيديو في عالم افتراضي، ولكن نسختها الرقمية أي أفاتار تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل أشخاص آخرين في هذه اللعبة الافتراضية. ومن ثم تنظر الشرطة إذا ما كانت يعني هناك فرصة لمحاولة معرفة أو خلفية هذه القضية، بالإضافة إلى من هم الذين ارتكبوا هذه الجريمة الافتراضية. بالطبع السلطات وخاصة الشرطة تولي اهتمام كبير بما يتعلق يعني الوضع النفسي والعاطفي لهذه الفتاة، التي يقال بحسب شرطي مقرب من هذا التحقيق بأن هذه الفتاة تعرضت لنفس الضغوط النفسية والعاطفية مثل الشخص الذي تعرض للاعتداء الجنسي في عالمنا الحقيقي. نعم. ولكن يعني هذه بداية في النظر في التحقيق، ولكن كانت هناك حالات أخرى لكن لم تنظر الشرطة فيها، نظرا لأن إمكانية الملاحقة القضية يعني القضائية ضعيفة جدا. طيب هذا يعتبر أول تحقيق رسمي من هذا النوع من الانتهاكات أو الاعتداءات في العالم الموازي. يعني كيف بيتم التحقيق؟ كيف بيتم إثباته؟ كيف يتم الوصول إلى من قاموا بالاعتداء؟ وكيف بيكون هناك حكم عليهم؟ وما حيكون هذا الحكم؟ هل هو حيكون حكم في العالم الافتراضي ولا في العالم الحقيقي ولا كيف؟ يعني الكثير من المحللين يتساءلون عن كيف ستتعامل الشرطة مع هذه القضية. يعني هذه قضية يعني تاريخية، الآن أصبحت تاريخية، لم نشهدها من قبل، وبالتالي هناك بعض العراقيل والتحديات التي تواجه الشرطة في إمكانية معرفة الجنات الافتراضيين. هناك صعوبة للشرطة لتحديد موقع
الجنات، خصوصا وأن العالم الافتراضي أو أولئك الذين يشرفون على هذه الألعاب وخاصة مزودي خدمات الإنترنت يعني تكون يعني الحدود الجغرافية يعني غير معروفة، بالتالي أين يمكن إنفاذ القانون لسلطة معينة إذا كان المستخدمون والجنات في بلدان مختلفة، وحتى إن كانت هناك قوانين أصلا تتعاطى مع هذه الجرائم الافتراضية. وهذه الأسئلة يعني ستتواصل وستمتد لتشمل العديد من القطاعات التي يمكن أن تتأثر بسبب هذا التطور الكبير الذي شهدناه في ألعاب الفيديو، وخاصة أن ستكون هناك ضغوطات على الشركات التكنولوجية لمحاولة حماية الأطفال والنساء من المحتوى الضار أو الاعتداء الافتراضي. يعني صراحة قضية غريبة، أكيد رح نتابع معاك إذا في أي تفاصيل أخرى أو جديدة في هذا الموضوع. من لندن مراسلنا مصطفى زارو، شكرا لوجودك معنا اليوم.